شكرا معلق لك كابتن اسامه ابو زينه. انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 3-0، ضربه بدايه موفقه. كان مهم جدا الفوز النهارده بشكل مريح. طبعا الفريق الكونغولي ادى اللي عليه على قد امكانياته طبعا، ولكن ادى مباراه جيده امام النادي الاهلي. الف مليون مبروك نادي الاهلي. ان شاء الله هنبلغ حضراتكم تباعا بالمباريات فور توفر المواعيد. برحب بضيوف المره الثانيه. كابتن احمد زكريا منورنا. كابتن محمود رؤوف منورنا. يا كابتن محمود اهلا بيك. كابتن كابتن احمد، عندك ايه عن المباراه؟ تقول يعني يمكن كانت المباراه شويه يعني كنا متوقعين تبقى اضعف من كده شويه، ولكن الفريق الكونغولي بصراحه عمل يعني هم برضو الملاحظ ان هم جايين 7 تقريبا، وحتى في اول شوط عمل تغيير، بعد كده تقريبا هو التغيير ده كان نزل كان ليبرو فالحكم لغاه، وبعدين جابوا له فانيلا تانية كده. فهم الفرقه دي هم هم يعني هم جايين عدد قليل، عدد 7 لعيبه. لو كتر خيرهم طبعا. لا انا مش يعني مش 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 يعني احنا بنوصف الحاله اللي موجود يعني يعني هم لو حصلت اي اصابه دي يبقى مشكله ان هو هيكمل البطوله ازاي كده. لكن هم يعني معتمد على 2 مركز 4، في عندهم برضو مركز 3-1 رقم 12. لكن هم يعني مع جديه لعيبه الاهلي يعني انا بصراحه الاهلي ادوا بجديه، ما في يعني كل يمكن عملنا اخطاء كتير قوي في الارسال، لان الارسال بيبقى قوي جدا يعني. طب ال 14 لعبوا عندنا النهارده يا كابتن؟ لا هو النهارده لعب 8 لعيبه بس يعني. لعب 8 لعيبه ابتدى بسبب التشكيل بس ده على غير اللي توقعنا على فكره. يعني ابتدى بعبد الله وابتدى بسيف حامد عابد دولت ثبتهم ومحسن وعبد الرحمن سعودي والحسيني، وكان معاهم احمد عزب. غير احمد عزب في الشوط الثاني ونزل يوسف الصافي، وبعدين برضه غير حسام مكان عبد الله. هو ده التغييرات اللي يعني لعبوا 8 لعيبه النهارده بس. اشكرك يا كابتن. اشكرك يا كابتن. كابتن محمود، شايف ازاي كده مستر فرناندو حمل على 8 لعيبه؟ ودي اكيد مقصوده ان هو يعلي الحمل على 8 يعني ما يوزعوش، هو عايز يعلي او يستعوض بضعف المباريات انه يختار، واكيد الماتش اللي جاي يبقى 8 تانيين اكيد او 7 تانيين. فالنهارده هو بيعلي الحمل على مجموعه بيختارهم بحيث ان المجموعه الثانيه تريح، والمجموعه بتاعت اللي مريحه بكره تلعب ويكون الحمل عليها. هو اختار نظام تاني خالص غير اللي توقعناه. طبعا. وبرده خلي بالك احنا في اخر الموسم، فهو يعني مثلا النهارده تعال نشوف اللي ما شاركوش. اللي ما شاركوش احمد صلاح، وهو كان عارف على فكره كل المباريات اللي فاتت، هو احمد صلاح على البنش كان عارف انه مش هيلعب. يعني واضح انه قال لهم قبل المباراه السبعه دول مش هيلعبوا. بالظبط. ان احمد اصلا اوريدي يعني اكيد ضغط المباراه عالي بالنسبه له. برده الليبرو في كل مباراه شارك فيها. الليبرو ما لعبش. عبد الحليم عيب وراجع من اصابه، فاكيد الاحسن مباراه زي دي ما يشاركش فيها. سعودي لا سعودي لعب. سعودي لعب. لا سعودي حماده الملعب تقريبا معظم مباريات الدوري كان اساسي فيها بوجه كبير. فهو برضو حتى الناس اللي ما شاركتش هي يعني قريبه من الملعب. فهو طبعا فضل الناس البعيده عن المشاركه اديها فرصه اكبر. يعني احنا شفنا مثلا سيف عابد شبه ما شاركش في مباراه الدوري، كانت حاجات قليله، فاداله ماتش كتير النهارده. هو كان كويس بصراحه. يوسف الصافي اداله، حسيني اداله، فهو بالتالي هو يعني قصد ان هو يلعب اللعيبه اللي هي بعيده اكتر عن الملعب، وضغط عليها اكتر، يديهم احساس الملعب اكتر، يجهز كل الناس للمباراه الجايه. يعني ده تفكير خلاص واضح من تفكيره انه فعلا عمل كده. بس هل ده هيعمله مثلا في المباريات اللي جايه، ولا يعني لازم هيدخل برضه اللعيبه الثانيه في اجواء البطوله؟ اكيد طبعا. لازم، لان اللعيب لازم يخش اجواء المباريات حتى لو المباريات مش قويه، لازم يبقى فيه روتيشن. يعني لازم كل اللعيبه تلعب. يعني لازم متهيألي المباراه الجايه لازم احمد طبعا هيلعب ثاني، لازم يبتدي ليبرو يخش اجواء البطوله. واعتقد ان هيبان لنا طبعا المباريات الفرقه الثانيه هتبتدي تلعب، فهنبقى عارفين مثلا ايه اقوى مباراه في المجموعه هيبتدي يثبت فيها تشكيل، زي مثلا المباريات اللي هي النهائيه في الدوري. هيبتدي يعرف مثلا هل فرقه كينيا مثلا هي احسن فرقه معايا، ولا فرقه المغرب، وبناء عليها يبتدي يوزع بقى المباريات. هو دلوقتي النهارده زي ما بيقول طلع استكشافيه كده، هو شاف الفرقه بتاعته النهارده. هيشوف بقيه الفرقه هتبتدي تلعب بعض، يعرف بناء عليها يبني يرتب بقى، يشوف لا الماتش ده مثلا اقوى ماتش عندي فهلعبه بالتشكيل الاساسي اللي هو احسن تشكيل عندي. الماتش الثاني ممكن تاني ارجع ادي فرص تاني للناس اللي هي بعيده شويه عن الملعب او فيبتدي يوزع المباريات بناء على اللي هشوفه بقى في بقيه المباريات النهارده ان شاء الله مع الفرقه تلعب بعضها. يعني اكيد هيبقى في معلومات. طب كابتن زكريا، في مدرسه يعني لما كنا احنا بنلعب زمان كان يقول لك المباريات السهله يعني اللي انت ضامن تكسبها، الغلطه اللي بتغلط فيها ب10 غلطات ممكن تغلطها في ماتش كبير.
ودايما بيكون المدربين بيتضايقوا جدا في الماتشات الصغيره، المدربين الفنيين الماتشات الصغيره ما تغلط. فالنهارده شفنا بعض الاخطاء موجوده، يعني شفنا النهارده اخطاء حصلت منا سواء في الاستقبال او في الهجوم او في السيرفات. فشايف ده نتيجه ايه؟ هل ده مثلا وضع طبيعي ودي المعدلات الطبيعيه، ولا النهارده كانت بزياده شويه الاخطاء دي؟ لا انا شايف برضو يعني يمكن اهم خطا اللي احنا كنا بنعمله كان الارسال، بيلعب ارسال قوي جدا. يعني يمكن مثلا يوسف صافي عزب باول ارسال لي او سيف عابد او ارسال بيبقى قوي جدا صح، وممكن يضيع، لكن هو بيلعب ارسال قوي. يعني انا مبسوط منهم جدا ان هم النهارده ضاغطين يعني بالارسال وضاغطين جامد ومش فارق معاهم وبيحطوه. طب كابتن استاذن حضرتك هرجع لك تاني نتكلم في الموضوع ده، بس خلينا نروح لارض الملعب. وزي ما عودناكم لقاءات ما بعد المباراه، ومعانا الاسطوره النجم الكبير مع نورهان طمان زميلتنا من ارض الملعب، الاسطوره عبد الله عبد السلام. اتفضل يا نورهان. برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك الكرام، وطبعا برحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبنبارك طبعا لفريقنا على الفوز. ومعانا واحد من نجوم، يعني مش بس من نجوم الفريق، من نجوم اللعبه على مدار تاريخها، طبعا عبد الله عبد السلام. بنرحب بيك معانا شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك. مبروك، وطبعا مش يعني المباراه كانت سهله؟ لا والله، يعني مباراه متوسطه المستوى. طبعا مباراه افتتاح مهمه بالنسبه لنا، الحمد لله يعني ادينا بشكل كويس خطوه بخطوه. مباراه الافتتاح طبعا زي ما انت شفت حصل الاول شويه شد وجذب طبعا عشان الناس مستعجله عايزه تلعب احسن حاجه. الحمد لله رب العالمين يعني تداركنا الموقف الحمد لله الشوط الاولاني يعني، وضغطنا كويس والحمد لله رب العالمين يعني كسبنا المباراه. انا شايفه يعني عايزين بس نقول حاجه على الكواليس بعد المباراه. النجوم يعني المنافسين يعني بيتهافتوا عشان يتصوروا مع كابتن عبد الله. فيعني لا والله انا بحبهم، يعني بحب كل بلاد افريقيا طبعا. انا مش اول مره العب ضدهم، عارفين ان انا واحمد صلاح عشان بقالنا كتير بنلعبهم، فكل بطوله يعني بيجوا يتصور معايا انا واحمد، يعني فده حب بالنسبه لهم لينا. انا طبعا بحترمه وبحب حاجه زي كده، واول ما يجوا يطلبوا يتصوروا معانا ما بتاخرش عليهم ابدا. كلمني بقى عن استعداداتكم للمباريات القادمه. طبعا يعني عدينا خلاص مباراه الافتتاح، بناخد المباراه مباراتها، ماتش كاس عندنا عندنا بكره ان شاء الله فريق المغرب، فريق محترم ما عندناش داتا كامله عليه، بس اكيد الجهاز الفني يعني حضروا الداتا ان شاء الله. 40 بكره ناخد محاضره، طبعا هنركز في ثاني مباراه، هناخد مباراه على كل مباراه لحد ما نخلص المجموعات، نخش دور ال 16 ان شاء الله رب العالمين، وبعد كده ربنا يكرمنا ان شاء الله بدور الثمانيه، ناخدها خطوه خطوه ان شاء الله لحد ما نوصل النهائي. طبعا زي ما حضرتك عارفه والجماهيرنا عارفين ومجلس ادارتنا ولاعبتنا، البطوله ان شاء الله رب العالمين يعني لازم نخش نكسبها باذن الله. احنا في جعبتنا 15 لقب صح كده، واحنا ابطال اللعبه دي سواء كان على المستوى المحلي او المستوى القاري. يعني الطموح مش بيختلف شويه؟ انت حققت اكيد البطوله دي كتير، يعني ايه الشغف بتجدده ازاي تاني؟ والله انا الشغف بالنسبه لي كان نفسي انا الكارير بتاعي من غير ما اخسر ولا بطوله. حصل اخفاق اخر سنتين طبعا، يعني النادي الاهلي معودنا ومعلمنا ان انت اي بطوله بتخشيها لازم تكسب فيها مركز اول. هو مش شغف، يعني شغف اللي انا لازم اكسب، يعني كل سنه لازم اكسب وكل سنه لازم اثبت ان انا احسن فرقه موجوده واحسن لعيبه موجوده على مستوى القاره وعلى المستوى المحلي. فده طبعا دي حاجه بالنسبه لنا يعني لازم نكون عايزينها كل مره. يعني كلمه اخيره بقى لجمهور النادي الاهلي ومشاهدين القناه. طبعا بقولوا وحشتونا، مستنيينكم طبعا. مباراه افتتاح عدت اهيت ان شاء الله 40 مستنيينكم بكره، ومستنيينكم بعض ان شاء الله 40 تيجوا يعني تزورونا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونحتفل مع بعض بلقب باذن الله. شكرا لك. شكرا شكرا. ده طبعا كان لقائنا مع احد نجوم اللعبه بشكل عام، كمان مش بس النادي الاهلي، والحقيقه واسطوره من اساطير الكره الطائره في مصر، كابتن عبد الله عبد السلام. واتكلمنا معاه عن المباراه وهل هو شايفها سهله ولا لا، واستعداداته للمباريات القادمه واستعدادات الفريق كله للمباراه القادمه. طبعا لسه مستمرين معاكم، وهيكون لينا لقاءات ثانيه مع العديد من اللاعبين ان شاء الله. العوده مره اخرى ليك يا كابتن هيثم الى الاستوديو. نورهان بشكرك شكرا جزيلا. وطبعا كابتن عبد الله عبد السلام تحس ان يعني بنحب نشوفه على الشاشه بصراحه، يعني حاجه محترمه، تاريخ محترم وحاضر محترم وكل شيء، ربنا يوفقه يا رب مع الفريق باذن الله في بطوله افريقيا. كابتن كنا بنتكلم قبل اللقاء عن الاخطاء اللي حصلت النهارده، احنا لازم نحاسب نفسنا طبعا قبل ما يعني يكون في حساب. ده دايما المدربين علمونا كده ان احنا نحاسب نفسنا قبل ما حد يحاسبنا ونشوف اخطائنا. هل شايف اخطائنا النهارده كانت في المعدل الطبيعي؟ الدنيا ماشيه كويسه؟ هل في اي حاجه شفتها غير طبيعيه في معدلاتنا؟ لا انا شايف ان ادوا بكل قوه، ويعني يمكن عبد الله وحسام الضرب من سته كان في ضرب سريع كتير،
يعني كان بيدخلوا حوالي محسن وعبد الرحمن السعودي دخلوه ضرب من 6 كان موجود، ضرب من 1 موجود، فاللعبه يعني اللعب كان لعب طبيعي جدا يعني، واكثر من والمعدلات الاخطاء معدلات طبيعيه يعني، معدلات يمكن حماس بقى اللي عايزين يثبتوا نفسهم ان هم دولت ما لعبوش نهايه الدوري، فهم عايزين معظمهم ان هو ما لعبش، فهو بيحاول ان هو يلاقي بالمدرب انا جاهز ومعاك وقوي. نعم. فهم هي موضوع مش اخطاء، هي موضوع حماس زياده على اللزوم يعني. نعم. على اساس ان هو يثبت نفسه للمدرب يعني. نعم. اشكرك يا كابتن. كابتن محمود، راي حضرتك ايه؟ هل معدلات الاخطاء النهارده كانت طبيعيه؟ ارسال، استقبال، هجوم، بلوكات، شايف الدنيا النهارده كانت طبيعيه ولا في حاجه لفتت نظرك؟ لا طبعا هي المعدلات يعني طبيعيه بالنسبه للمباراه، متوسطه المستوى يعني. اللعيب دايما في كره الطايره بيبقى عنده شعور بالنقط وشعور بالريسك، امتى اقدر اخاطر امتى ما اقدرش اخاطر. طبعا مباراه زي النهارده اللعيب بيبقى مطمن يعني، الريسك بيبقى عالي جدا، بيبقى يعني انا رايح العب سيرف، مش اللعيب مش حاسس بخطوره ان هو لو ضيع السيرف ممكن الجيم يروح، مفيش ضغط، فالريسك بيبقى عالي، وبالتالي الاخطاء ان انت عارف ان انت حتى لو فرقتنا غلطت 10 اخطاء 5 اخطاء اللي قدامي يغلط 20، فالحته دي بتبقى مطمنه اللعيب وبتخليه دايما بيروح لمخاطره دايما يعني. شفنا النهارده مثلا على سبيل المثال كذا لعيب بيروح، المفروض في الكره الطايره دايما اول ارسال ما ينفعش احط فيه ريسك 100%. لا، في لعيبه كانت بتروح وهو عايز يجيب نقطه، هو رايح يجيب نقطه مش رايح يلعب ارسال، لان هو مطمن للنتيجه، مطمن للوضع. طبعا الحاجات دي بتتغير بناء على المنافس وبناء على الاوضاع، بيبتدي اللعيب بيحس بالموقف وبيبقى في تعليمات من المدرب، مش كل الفرقه تقدر تخاطر بالسيرف بنفس القوه، ناس معينه بتخاطر، ناس معينه بتامن السيرف، فيمكن كان في سيرفات كتيره ضايعه، المعدلات اعلى من الطبيعي، بس ده طبيعي في ماتش زي ده، ان انت الناس عايزه يعني زي ما بنقول واخدينها زي وحده تدريبيه، فانا عايز اقرز بالسيرف بتاعي، عايز اجيب نقطه، مستعجل المكسب، بالنسبه لي الماتش ما فيهوش ضغط يعني بالزبط. نفسي قوي يعني، ما ده كويس دي، عشان كده النتيجه انت تفسير سليم، سكاوتنج، فكل واحد عايز يحسن السكاوتنج بتاعه بالزبط. يعني في ماتش ضعيف زي ده فبيحاول ان هو يجيب ارسال مثلا، جبت كام ايس، شفت كام كوره، جبت كام بلوك. طب من وجهه نظر حضرتك النهارده يا كابتن، مين اللي كان موفق عندنا قوي يعني؟ مين اللي انت شايفه النهارده كان موفق بشكل يعني شفته ظهر يعني؟ هو شايف عبد الرحمن سعودي كان كويس، المركز 4 الحسيني برضو، الحسيني واحمد عزب، والباقي بقى يعني يوسف كلهم. يعني تتفق مع كابتن محمود، مع كابتن زكريا؟ طبعا سعودي عمل ماتش حلو جدا النهارده، برضو حسيني كان كويس، انا شفت محسن برضو كان مميز في حاله الصد، خد بلوكات كتيره محسن النهارده، والبساطه برضو النهارده رمضان دخل النهارده شفناه في الاستقبال بقى، رمضان كان تقريبا طول الموسم بيشارك في حته الدفاع، النهارده كان في الاستقبال وبصراحه كان قايم بدور كويس وبيغطي على زمايله اللي جنبه، فانا شايف ان يعني لا في كذا حد ادى اداء كويس النهارده يعني. ممتاز، مكاسب كتيره. وخلينا اعزائي المشاهدين نرجع تاني لصاله الامير عبد الله الفيصل وزميلتها العزيزه نورهان طمان، واستكمال اللقاءات بعد المباراه بتكون مهمه عشان نعرف تعليق اللاعبين واستعداداتهم للمباراه القادمه. اتفضلي نورهان. برحب بيك مره تانية يا كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك الكرام، ومعانا واحد من نجوم الجهاز الفني شادي فهيم المحلل التقني للفريق، والحقيقه انه اكيد دور المحلل التقني للفريق يعني من ورا الكواليس بقى اكيد في حاجات كتير وشغل كتير احنا ما بنشوفوش، وبنشوف يعني الحمد لله المكسب على طول. طبعا برحب بيك معانا الاول شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك وشكرا جدا لاستضافتي. شكرا لحضرتك. كلمني بقى عن طبيعه العمل داخل النادي الاهلي وطبيعه عملك تحديدا، لان انت عملك يعني اكيد مش ناس كتير ممكن تكون بتحس بيه، بس هو ملموس، بنشوفه في الاخر، بنشوف النتائج، بنشوف يعني الارقام والتحليلات دي كلها. شكرا لحضرتك. طبعا هو دور المحلل التقني هو دور اداء مساعد يعني اسيستنت للكوتش، هو بس الهدف منه ان احنا نقدر نطلع رؤيه واضحه للاحصائيات بتاعتنا، تقييم كل اداء اللعيبه بتاعتنا للفرقه والفريق الخصم، هو بيقدر يساعد المدرب ان هو يقدر يحط الاستراتيجي كويس او يحط خطه للفرقه اللي بعدها للماتش اللي بعده. طبعا بيبقى بالنسبه برضه للعيبه بيبقى الرؤيه اوضح، ان هو بيخش في المحاضره وشايفين الماتشات كلها ماشيه ازاي، شايفين اللعيبه هيلعبوها عامله ايه،
طبعا الحمد لله ان دلوقتي الناس كلها بدات تنتبه لموضوع ان في تحليل تقني في الفرق، وبقى يعتمد عليه اعتماد كلي، يمكن عشان برضو المدرب اجنبي، فهو اوريدي الموضوع دوت ادمنت اون عليه من فتره طويله. هنا في مصر الثقافه انتشرت جدا، بقى تلاقي اغلب المحللين موجودين في كل الفرق دلوقتي، في منافسه كويسه. الحمد لله النهارده كنت مبسوط جدا باداء الفرقه عندنا، الثقه جامده جدا، داخلين بقوه، بدايه مبشره بدايه البطوله. دعوات حضرتك ان شاء الله البطوله تكمل على خير. طيب كلمني بقى عن يعني اكيد كل مباراه ستيب باي ستيب، يعني انتوا بناخد، احنا تعودنا كده طبعا في الاهلي، وطول الوقت لما بنعمل لقاءات مع كل نجوم الاهلي في جميع الالعاب بنبدا يعني ما نتكلمش في الماتش اللي بعده، لا احنا في اللي جاي، ويعني ترتيبات معينه اكيد انت هتكلمنا عليها احسن. وده بالفعل هو اللي بيحصل، يعني حتى الكابتن فرناندو وهو والجهاز المساعد، المدير الفني والمدرب والمساعد، بيركزوا قوي على احنا ماشيين ازاي، الباث بتاعنا خلال البطوله، بيشوفوا احنا المجموعه بتاعتنا هنقابل مين فيما بعد، هيبدا نشتغل على انهي مباريات فيما بعد، بحيث ان احنا نبقى ماشيين الستيب باي ستيب ماتش بماتش. هو مش بيبقى عايز يبص على الاند اوف شامبيون، عايز بس يشوف الاول احنا هنبدا نقابل مين. وهو في ميزه كويسه، ما بيستهونش باي فرقه تيجي قدامنا، سواء كانت خصم قوي او خصم ضعيف، لا هو بيرتب لها ترتيب كويس قوي، نبدا ان هو نشتغل عليها ماتش واثنين وثلاثه، نبدا نحط الاحصائيات كلها في ناتج واحد، وهو يبدا يراجعه ويبدا يحط عليه البلان اللي هو بيشتغل عليها. طيب يعني المباراه النهارده تبدو سهله يعني، بس اكيد كان في تحضيرات كتير. هو في الاغلب المباريات بتاعت احنا تعودنا على المباريات اللي موجوده في البطولات الافريقيه بتبقى في البدايات كلها سهله، يعني طبعا بيبقى في فرق المستوى بتاعتها مش احسن حاجه، طبعا مش قصدي ان هم مش احسن حاجه، قصدي مثلا السكيلز او المهارات بتاعتهم بتبقى مش اللي هي خاصه بالنهايات. هو بيبدا الموضوع بيبدا يخش في سسبنس بقى من اول السيمي فاينال والفاينال، هو ده بتلاقي المجموعه اللي هي المجموعه الفرق اللي هي بتوصل لاعلى مستوى في البطوله، هم دول اللي بيركزوا مع في النهائيات، ودول احنا بنترجتهم من البدايه. بس طبعا في الاول برضو زي ما بقول لك احنا مش بنفوت اي مباراه، خطوه بخطوه لحد ما نوصل للنهائي. طبعا بشكرك جدا وسعداء ان انت موجود معانا في قناه الاهلي، بشكرك جدا. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا لحضرتك. ولازلنا مستمرين طبعا وبنحصد بقى نجاح اليوم، واحد نجوم الفريق عبد الرحمن سعودي بنرحب طبعا بيه معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. برحب بيك يا عبد الرحمن. اهلا بيك، برحب بحضرتك وكابتن هيثم وضيوفه الكرام. اتفضلي انا جاهز. طيب قول لي المباراه النهارده، يعني الحمد لله كنا مطمنين، مشيت زي اكيد ما كان متخطط لها، يعني انا يعني احنا واحنا في المدرجات حسينا كده. الحمد لله كان ماتش سهل، الحمد لله احنا محضرين له برضو، والحمد لله نفذنا يعني طريقه اللعب المناسبه اللي احنا كنا عايزين نلعب بيها الماتش، وربنا كرمنا الحمد لله. قول لي بقى، يعني في اكيد في اوقات في لحظات في المباراه، اي ماتش حتى لو انت مسيطر او لو الفريق مسيطر، في اوقات بيحصل قلق او بيحصل بعض التعثرات، يعني احنا شفنا ده في لحظات بسيطه في المباراه النهارده، كان دور المدير الفني عامل ازاي؟ هو يعني مش قلق، ممكن الماتش ساعات مثلا بيمشي ايكوال، يمشي نقطه نقطه او حاجه، بعد كده بناخد تعليمات من بره، بنلعب سيرف على مين، نوجه ازاي، بنضرب فين، بنلعب على النقط القوه بتاعتهم، بنبتدي نمسكها كويس، نحضر لها كويس عن طريق الماتش، بعد كده بنبتدي نفرق يعني. طيب يعني الماتش اللي جاي بقى، يعني اكيد كان في كلام في اوضه اللبس بعد المباراه عن الاستعدادات القادمه، او يعني كلمنا عن المباراه القادمه بشكل عام. احنا عندنا بكره ماتش كويس مع فرقه من المغرب، فرقه محترمه. النهارده احنا خلصنا خلاص الحمد لله، بنقفل الصفحه، هنعمل ريكفري كويس، بكره الصبح عندنا تمرين، بعد كده فيديو نتفرج على الفرقه اللي احنا هنلاعبها، نشوف ايه اقوى مراكز عندهم، اقوى نقط عندهم، نبتدي نلعب عليها وننزل ننفس في الملعب يعني. كلمه اخيره بقى لجمهور النادي الاهلي. اتمنى طبعا، اتمنى يعني زي 2018 2019 لما كنا بنلعب افريقيا هنا في النادي، المدرجات كلها تتملي على الاخر، طبعا ده دعم قوي جدا ومسانده لينا، واحنا يعني دايما بنستناهم، يعني اقوى مشجع لينا يعني النادي الاهلي رقم واحد طبعا. شكرا جدا يا عبد الرحمن. ودي طبعا كانت لقاءاتنا مع نجوم اليوم، وبنرصد الفرحه وبنرصد كمان الاستعدادات القادمه للمباريات القادمه، وان شاء الله نكون معاكم طول الوقت في يعني البطوله، وان شاء الله نحققها في اخر المشوار. كابتن هيثم طبعا يعني بشكرك جدا، وده كانت لقاءاتنا هنا من صاله الامير الفيصل، برحب يعني العوده مره اخرى للاستوديو. نورهان بشكرك، شكرا جزيلا، وكان لقاءين مهمين طبعا مع
التكنيكال داتا او الداتا فولي اللي في الفريق مهم جدا، اللي بتروح للمدير الفني ما بين الاشواط عشان ياخد يعني على اساسها القرارات. التقني او المدير او المدرب التقني او المسؤول التقني للفرقه ده يعني عينين المدرب اللي بيشوف بيها، والارقام اللي بتترجم للمدرب وبناء عليه ما بين الشوطين. شفنا حتى كابتن ابراهيم فخر الدين امبارح قاعد على اللابتوب بيشوف، يعني كل الكلام ده بيكون ترجمه لزوايا الضرب للنقط دي. فطبعا كان لقاء مهم، ولقاء طبعا مع سعودي احد احسن سنتر بلوك في افريقيا في بطوله افريقيا اللي فاتت، من احد افضل اللاعبين في افريقيا بالكامل، ابن النادي الاهلي الحقيقه اللي ثبت نفسه مستواه اللي فات. كابتن يعني بتهيألي برضو الداتا فولي او الناس برضو مش حاسه بقيمه، لان طبعا المعلومات والثقافه في كره القدم اكتر. الداتا فولي بالنسبه للمدير الفني ايه؟ يعني هل دي اصبحت النهارده مهمه جدا، والمدرب التقني او المحلل التقني اللي موجود في الفرقه دوره زي ما احنا بنسمع دور مهم جدا؟ الحمد لله يعني على الحته دي انا حاسس بيها جدا. انا اشتغلت يمكن من اول واحد اتعلمت الداتا فولي في مصر من سنه 98 ما شاء الله. يعني فانا يعني حاسس بيه كويس قوي، ان الفولي سهل قوي ان انت كل لمسه بتقدر تديها لها صحيح. تقييم صحيح، يعني عندك مثلا 6 تقييمات بتقدر كل لمسه الواحده اي لمسه ليها بتساوي كام. ممتاز، فدي بتدي لك بعد كده نتائج لا ما نتائج تقدر تبني عليها كمدير فني كل حاجه، بتبني على كل الارسال، اماكن الارسال مثلا كل لاعب بيلعب ارسال فين، الارسال سبايك او ارسال بتاع كل بوزيشن، برضو مين اللي بيشوط. يعني مثلا الناس بقى مثلا معد في واحد مثلا الضرب مثلا بيبقى 60% مثلا من 2 او 30%، فبتدي انت بتركب الخطه بتاعتك على البتاع اماكن الضرب، اماكن برضو اللاعب بيشوط فين. طب كابتن مين اكتر لعيب في مصر صعب يعني تعمل عليه سكاوتنج، صعب بتحفظه؟ احمد صلاح طبعا فعلا. لا احمد صلاح، احمد صلاح صعب تعرف هو يعني هيعمل ايه. لا ملوش سكاوتنج، مره تلاقيه هنا مره تلاقيه هنا مره تلاقيه. هو حريف يعني، هو حريف فبيقدر بيلعب على البلوك كويس، مسكته هنا حتى يحط يعني هو بيشوف البلوك وابتدي يعني يحمل. المحلل التقني اصبح النهارده زي ما بيقولوا عينين المدير الفني. طبعا ده وطول الماتش يعني هو بيبقى طبعا بيعمل سكاوتنج، والفرق مثلا لو فرق بيحضر للماتش اللي بعده اللاعب بيبقى داخل عارف هو بيعمل ايه. نعم، واستاد الماتش برضه بيبقى لاعب ارسال فين. بيبقى بعينه. هو بيقعد على البنش يا كابتن ولا بيبقى قاعد في المدرجات ولا على حسب؟ هو المفروض ان هو يعني يا اما قاعد على البنش يا اما قاعد ورا والبرا، وبيبقى في كوميونيكيشن او اتصالات مع المساعد المدرب او هو بيبقى اتنين مع بعض يعني بتاع كده. اشكرك يا كابتن محمود، رايك ايه في موضوع الداتا فولي؟ هل فعلا اصبح النهارده علم لا غنى عنه في الجهاز الفني للطايره، ولا ممكن عادي بالرؤيه؟ لا طبعا ده علم يعني. عايز اقول لك في شركات متخصصه في ايطاليا، هي ايطاليا هي اللي ابتدت الداتا فولي وابتدته في التسعينات. ايطاليا والبرازيل والفرق الكبيره كلها معاها فريق، ما بيبقاش معاها تقني. يعني مثلا منتخب البرازيل او ايطاليا لو هو رايح كاس العالم في الفولي معاه تيم بيتحرك، يعني في 3-4 بيتحركوا، يعني الموضوع تطور جدا. فرق بره بياخدوه لابعد المستويات. موضوع زي ده بيبقى ليه سوفت وير وحاجات بتشتريها زي اي سوفت وير مشهور للكمبيوتر. بتشتريه بيبقى ليه زي نسخ بتنزل كل شويه بتبقى بتتعدل وبيبقى اشتراك سنوي مثلا الاتحاد بيدفعه او النادي اللي بيشتري الداتا فولي بول. ده بيزنس كبير جدا وعلم كبير جدا، مش حاجه سهله في الفولي. وزي ما بقول لك الفرق الكبيره والاتحادات الكبيره في الفولي بيبقى عندها فرق للداتا بتتحرك ورا المنتخبات اللي بتنافس بتاعتها. يعني هم عنده ناس متخصصه، يعني عايزين نقول ايه، لسه مش خبره قوي زي التانيين مثلا، بيتحركوا مع الفرقه في مبارياتها الوديه في تمريناتها، لكن عندهم تيم متخصص للبطولات. يعني في 3-4 اللي هم محترفين بقى اقصى درجات الداتا فولي بول بينزلوا مع منتخب ايطاليا في طول، يروح مع منتخب ايطاليا الاول بنات وبعد كده يروح منتخب ايطاليا الاول رجال. هو تيم محترف للبطولات عشان يروح يكسب بطوله. فموضوع الداتا فولي بول يعني علم وبيتاخد على اعلى المستويات في الليفل سواء بتاعت الانديه بتاعت ايطاليا وانديه روسيا ومنتخبات. مستوى الفرقه لازم تعلى بمستوى الداتا فولي، هو مهم جدا في المنافسات. ان انت بتعرف عيوب الخصم، عيوبك ايه، مميزاتك ايه، تقدر ان دي اللي تقدر تظبط. يعني بيقدر يقرا كمان المعد، لو الكوره جايه له مثلا من ناحيه واحد بيرفعها فين، جاي من 5 جاي من 6 حسب البتاع. المعد ممكن بيبقى احتمالات ان هو هيرفع فين، دي طبعا بتبقى عشان كده بخلي مركز 3 ده بيقدر يقرا المعد اللي قدامه وبيبقى لا هي. وعايز اقول لك كلامي في الدوري الايطالي، في ناس فريلانسرز اللي هم بيشتغلوا على الماتش،
بيشتغلوا بالماتش من كتر ما هم الموضوع بقى كده يعني. هو جينيوس بيعرف يقرا الفرقه كويس جدا ويحللها كويس جدا بيسهل المكسب. لا خلاص انا راح اشتغل في الداتا. جميل لا جميل. اشكرك يعني مثلا كنا ساعه المنتخب مثلا يبقى مثلا مجموعه كنا قبل كده مثلا تبقى الدوري العالمي مثلا اربع فرق من رايحين مثلا رايحين كوبا نلاقي مثلا فرقه ثانيه بعت الماتش مش بتاعها بس رايح يسجل الماتش عشان ما فيش حاجه اسمها صدف في الكره الطايره ما فيش. اشكرك يا كابتن نورتني وشرفتني النهارده وسعدت جدا بوجودك يا كابتن احمد زكريا نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر المدير الفني القدير. نورتنا يا كابتن. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. مبروك كابتن محمود. نورتني كابتن محمود رؤوف طبعا نجم النادي الاهلي وكابتن تاريخي من كباتن النادي الاهلي في الكره الطايره. بشكرك نورتني وشرفتني يا كابتن. شكرا جدا يا كابتن. شكرا. اعزائي المشاهدين دي كانت جولتنا النهارده ضربة البداية واستطاع النادي الأهلي الحمد لله إنه يفوز فيها. نتمنى كل التوفيق. مباراة بكرة تبقى مع الفتح المغربي الساعة 5. مباراة بكرة تأكدنا. خلي بالكم احنا بناخد الجدول يوم بيوم لأن الحقيقة عدم وصول بعض الفرق ده مدربك الدنيا كلها. ولكن بكرة أكيد خلاص تأكدت من كابتن محمود عثمان عبد اللطيف عثمان مدير أو الرئيس أو مدير اللعبة أو رئيس الجهاز في الفريق إن ماتش بكرة مع الفتح المغربي الساعة 5. أشكركم شكرا جزيلا. وقبل ما نفصل لازم نتمنى كل التوفيق لفريق كرة القدم غدا في مباراته مباراة القمة الأهلي والزمالك. إن شاء الله نفرح كلنا بكرة بالفوز بإذن الرحمن. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا.